شكرا بدردين، موجز لهم الأنباء، أهلا بالجميع. بداية، انطلقت اليوم بنيويورك أشغال الدورة العادية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى جانب أزيد من 140 من قادة دول العالم. أشغال الجمعية العامة التي تناقش العديد من التحديات العالمية الراهنة على غرار السلام العالمي وإحياء أجندة 2030 للتنمية المستدامة، من المنتظر أن يلقي خلالها السيد رئيس الجمهورية كلمة يستعرض فيها رؤية الجزائر لأهم القضايا الراهنة ومبادئها الثابتة حول الحوار والحلول السلمية كركيزة لفض النزاعات وبسط الأمن والسلمي في العالم. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس الكونفدرالية السويسرية السيد ألان بيريسي. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التقى أيضا رئيس جمهورية غانا السيد نانا أكوفو أدو. اللقاء جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ومندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع. السيد الرئيس التقى أيضا على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي. وقد حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ومندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع. كما التقى السيد رئيس الجمهورية مساء أمس على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس جمهورية تركيا السيد رجب طيب أردوغان. اللقاء حضره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ووزير الصحة عبد الحق سيحي ومندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع. هذا وعشية انعقاد أشغال الجمعية العامة 78 للأمم المتحدة، استعرضت الجزائر مختلف الإنجازات التي حققتها في مجالات الصحة التربية والتعليم ضمن الأهداف 17 المحددة في مخطط التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك خلال أشغال منتدى رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بمشاركة وزير الصحة عبد الحق سيحي. في الحدث التربوي الآن، التحق اليوم أزيد من 11 مليون تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة بمقاعد الدراسة بمختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن وسط تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لضمان دخول مدرسي ناجح. إذن سنة دراسية جديدة أعطيت إشارة انطلاقها من ولاية البيض، حيث أشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد على افتتاح الموسم الدراسي الجديد من المدرسة الابتدائية الجديدة شهيد أوليسيس محمد. كما شارك بالعابد تلاميذ سنة الخامسة الدرس الافتتاحي الذي تمحور هذه السنة حول الطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وأثره على نفسية التلاميذ وتحصيلهم الدراسي. هذا والتحق اليوم أزيد من 33 ألف تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة بمقاعد الدراسة في مختلف الهياكل التابعة لقطاع التضامن بالأقسام الخاصة أو بالمؤسسات التربوية عبر الوطن، حيث أعطت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو إشارة انطلاق السنة الدراسية الجديدة من ولاية المدية. شكل موضوع دور الشباب في المساهمة في قضايا التنمية على المستوى الإقليمي وتعزيز أدواره محور اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي انعقد اليوم بمشاركة وزير القطاع عبد الرحمن حماد عبر تقنية تحاضر عن بعد. الاجتماع شدد على أهمية إقرار الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن التي تعزز دور الشباب الفعال في قضايا التنمية على المستوى الإقليمي.
ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التنسيقية مع الأسرة الثورية، اجتمع وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدربيجا بأعضاء المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء برئاسة أمينها العام خليفة سماتي. وبالمناسبة أشاد الوزير بالدور الذي تطلع به المنظمة في تبليغ وصون رسالة الشهداء. دوليا، وفي فلسطين المحتلة، اعتقلت اليوم قوات الاحتلال الصهيوني 8 فلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع على عشرات الطلبة بعد اقتحامهم بلدة عناتا في المنطقة ذاتها. يحدث هذا في وقت يواصل فيه العشرات المستوطنين تصعيد اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني. ختام الموجز الإخباري، العودة الآن إلى بدر الدين عباسي والتغطية الخاصة لأشغال الدورة العادية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.